أكد مصدر عسكري نجاة قائد اللواء 33 مدرع العميد الركن عبد الله ضبعان من محاولة اغتيال تعرض لها اليوم بمحافظة الضالع. مصدر عسكري قال في تصريحات لموقع وزارة الدفاع سبتمبر نت إن العميد ضبعان تعرض لمحاولة الاغتيال أثناء قيامه بزيارة تفقدية لعدد من المواقع العسكرية بمحافظة الضالع دون أن يشير إلى وقوع ضحايا أو إصابات.